هننتقل لمساحتنا التالية وهي متعلقة بالمواضيع الاجتماعية. خلينا نحكي اليوم عن موضوع الذكاء اللي بتلعب الوراثة والجينات الدور الأبرز فيه، لكن يوجد نوع آخر أيضا من الذكاء وهو الذكاء الاجتماعي. اليوم نتعرف شو هو الذكاء الاجتماعي، خصائصه، كيف فينا أيضا نطوره، وكيف نستفيد منه بعلاقاتنا الاجتماعية وغيرها من المعلومات. اليوم رح تعرفنا عليها رند نظر، أخصائية إرشاد نفسي. سعد لي صباحك يا رند. صباحك. أهلا صباح وسهلا فيك. يا رب صباح الخير رند. صباح النور. كتير بنسمع عن الذكاء الاجتماعي وقد يمكن هو ببلش من عمر صغير عند الطفل، وبيحدد كتير أشياء يمكن، وكتير بيكون ممكن أحيانا سبب من أسباب النجاح الطفل بالمستقبل. خلينا نتعرف بالبداية شو هو الذكاء الاجتماعي وشو هي أنواع. تمام. هلأ بالبداية الذكاء الاجتماعي هو قدرة الإنسان أنه يكون علاقات اجتماعية متينة، أنه يتفاعل مع هدول الأشخاص بنجاح رغم أنه اختلاف البيئات اللي جايين منها، مختلف الثقافات والعقليات. تمام. وحتى أنه إذا نوجد ببيئة اجتماعية أو بمحيط اجتماعي جديد أنه يندمج فيه مباشرة، وحتى أنه يتفاعل معه وأنه يتغلب عن أي صعوبات ممكن تنشأ نتيجة تفاعله ضمن هذا المحيط الاجتماعي ونتيجة تفاعله مع أشخاص من بيئات مختلفة. هلأ طبعا الذكاء الاجتماعي رغم أنه في دور بيلعب فيه الجينات، إلا أنه هو ممكن أنه يكتسبه الفرد من البيئة ويطوره من خلال التدريب، وأنه هو الإرادة الذاتية أنه هو بده يطور نفسه اجتماعيا، فبإمكانه أنه يطور هذا الشيء. وطبعا ما في عندنا شخص ما في عنده ذكاء اجتماعي، وإنما هو أكثر ما أنه نقول أو لا اهتمام أو حتى البيئة المحيطة ساهمت أنه يتطور عنده أو لا. طيب خبرينا رند، يعني في عوامل للذكاء الاجتماعي، وخاصة هلأ بتلاقي العالم دائما العلاقات فيها غلط، يعني دائما ما بتلاقي علاقة مستمرة، علاقات طيبة مع العالم، دائما في مشكلة في مكان ما. اليوم شو هي أساسيات الذكاء الاجتماعي؟ يعني اليوم دائما في عنا أولويات أساسيات، إذا كانت عندي أنا موجودة ممكن تستمر العلاقة بشكل ذكي. تمام. هلا بالبدايه في انه مثل ما حكيت انه عوامل هي بتاثر فعليا على هالعلاقات اما مستمره او لا، هذا بيرجع طبعا لحسب درجه ذكاء الفرد الاجتماعي الموجوده عنده واللي بتلعب فيها عدد من العوامل. اهم طبعا نحن انه هو يتقبل دائما اختلاف اراء الاخرين عنه، يحترمهم، يحاورهم كيفيه التحدث معهم، ما يحاول يفرض رايه ويتعصب له، حتى انه هو خلينا نقول يعني مثل ما قلنا انه في عنده مرونه بالتعامل، في عنده كمان اذا بدنا نحكي من العوامل اللي بتساهم انه هو يكتسب هي وسائل التواصل مع الناس، في عنا سماته الشخصيه، يا ترى هل هو اجتماعي، هل هو انطوائي، خجول، بينسحب من المواقف الاجتماعيه، ولا هل هو انه قادر على انشاء علاقات اجتماعيه جيده. وطبعا هذا الشيء بيرجع خلينا نقول في عنا كمان في عنا البيئه المحيطه اللي كانت بمرحله الطفوله هي الاسره، هو كيف شاف اسرته انه عم تكون علاقات، كيف عم تتعامل مع الناس، كيف حل المشكلات الناجمه عن علاقاتهم مع الناس. اذا شافهم يا ترى هن بيحلوها بالغضب بالعصبيه، فهو حيكون هذا الوسيلة اللي بتتبعها معهم، أو ما إذا بلاقوا أنه هن دبلوماسيين بلاقوا حلول وسط بيتفاعلوا مع الناس بشكل إيجابي، فهو كمان الطفل راح يكتسبها وينشأ فيها بهذا الشيء. بتجي بعدين عندنا مرحلة لاحقة هي المدرسة، إما بتعزز البيئة اللي كانت موجودة بالمنزل إذا كانت مثلا بيئة غير اجتماعية، إما بتعزز أنه هو يضل الولد غير اجتماعي، أو أنه لا بالعكس من ذلك يلاقي أقرانه اللي كيف عم يكونوا الصداقات وكيف عم يحسنوا يكونوا ناجحين اجتماعيا فبيتعلم منهم. كمان في عندنا من أحد العوامل المهمة اللي مؤثرة أنه بالذكاء الاجتماعي هي عندنا الكاريزما. أحيانا الكاريزما والحضور الاجتماعي كمان له كتير دور كبير، بيساعد الشخص أنه هو يكون علاقات بسهولة وبسرعة أكثر من أنه شخص لنفترض ما عنده كاريزما اجتماعية، فهو ممكن يحتاج لعدد طرق او يعني وسائل اكثر لحتى يكون علاقات اجتماعيه، مو مثل يلي الشخص عنده حضور اجتماعي. بالاضافه في عندنا عامل كثير مهم هي الطلاقه اللغويه، عنده قدره على الكلام، على افتتاح الاحاديث، وحتى انه اختيار الالفاظ والاستعارات والكلمات مع كل شخص على حده، شو بيتناسب معه مع مستواه الثقافي، انه بيحسن يعني خلينا نقول ينتقل من اسلوب لاسلوب حسب كل فرد. بالاضافه في عندنا عامل كثير مهم هو دقه الملاحظه عند الذكي اجتماعيا. الذكي اجتماعيا هو قادر على قراءة الموقف الاجتماعي بسرعة وقراءة لغة الجسد عند الأفراد وبيحللها وبيتعامل على هذا الأساس. نعم. طيب رند، يمكن كثير من الناس عندهم وعي لهذا الموضوع وبيدركوا أهميته، لما بنشوف نحن الطفل يمكن ذكائه الاجتماعي أقل من أقرانه، أو حتى يمكن ما بيرضي نظرة الأهل يلي دائما بيسعوا أنه نحن ابننا الأفضل والأذكى
وكل يمكن كل الطموح اللي هن بيحبوا يلاقوه بطفلهم. هون الام او حتى الاهل كيف بيقدروا يصححوا هذا الشيء ويبلشوا مع طفلهم لحتى يكون هو ذكي اجتماعيا، يكتسب مهارات جديده يمكن لحتى ينجح بالمستقبل؟ تمام. هلا نحن بدايه انه هون لازم ضروري كثير الاهل اول شيء يتحاوروا مع الطفل، هو شو السبب اللي عم يخليه ينسحب اجتماعيا من المواقف؟ يا ترى هل هو ما بيعرف يكون صداقات؟ هل هو يا ترى حدا عم يضحك عليه، عم يتنمروا عليه؟ يا ترى شو هو السبب اللي هذا الشيء؟ هلا هون نحن بنصير بنعلمه انه كيف هو يبدا بمحادثات، كيف هو يكون صداقات. مثلا اخذناه على الجنينه، روح شوف هذا مثلا هذا الولد، روح انت بلش سلم عليه، عرف اسمه، انت عارفه عن حالك، انه يبلش يتدرج انه كيف هو يكون صداقات. هلا هون الطفل ثقته بنفسه بتتعزز اكثر، انه انا قادر اني انجح بهي العلاقات، وانه انا عم بكتب اصدقاء اكثر، حتى اذا وين ما نوجد ببيئه معينه انه انت حتاخذ فيها اصدقاء. هلا هون كل ما الطفل هو مره على مره انه يصير عنده خبره اكثر، انه هو باي بيئه بنوجد فيها حيطلع فيها باصدقاء، وبيحسن هو يتعامل معهم بهيك بنجاح خلينا نقول. نعم. تمام. فهذا بيرجع انه لتشجيع الاهل، وحتى انه الاهل يكونوا امام الطفل نموذج. يعني انا اذا كيف اذا انا ما لي اجتماعيه، اهم شيء رند اليوم، لانه الطفل اول شيء بتكون مرآته هي الام والاب. صحيح. والوسط المحيط فيه. صحيح. اذا كانوا الاهل هن غير اجتماعيين، هن ما كانوا مثلا عندهم هالذكاء الاجتماعي خلينا نقول، فالطفل ما بده يكتسب هذا الذكاء. فمشان هيك كثير ضروري الاهل يكونوا هن قدوه، بالاضافه لتشجيع الطفل وتعليمه انه لمهارات كيفيه تكوين الاصدقاء والعلاقات الاجتماعيه، وحتى حل المشكلات مع الافراد بشكل خلينا نقول ما نكون عدوان. يعني مثلا دائما انا مثلا بدي اضرب حتى حل مشكلتي، لا، انا ممكن اعلمه انه وسيله كيف هو يعبر عن انزعاجه لرفيقه بدون ما يصير هاي الخلافات، بدون ما توصل للمشكلة وتتفاقم. مرة على مرة هون الطفل هو لحاله رح يكتسب الذكاء الاجتماعي، ونتيجة احتكاكه مع أطفال كتار، وسواء بعدين بالمراهقة مع أقرانه، فهو رح يكون عنده نماذج اجتماعية كتيرة شافة، فحيكون ذكاءه الاجتماعي تطور أكثر. نعم. يعني اليوم رند يمكن كمان مثل ما قلنا بعض الأمور السلبية ممكن تأثر حتى على علاقات الذكي اجتماعيا. في أمور فيها خطوط حمراء، يعني يا أما بيكمل هو كمان بذكاء، صحيح، يا أما بطريقة معينة. اليوم عم نشوف انه لا، في دائما استفزاز، في يعني بيطلع في سير كراهيه، في قطع بت، ما في هي الشعره من الموده اللي عم تكون. في عوامل سلبيه بتاثر على الذكاء الاجتماعي. صحيح. حتى في عباره بنقراها كثير على مواقع التواصل انه اذا تجاهلت فانا بتجاهل حتى تستمر العلاقه. اليوم هل التجاهل احيانا بالعلاقات هو فعلا وسيله من الوسائل حتى تستمر العلاقه برقي؟ هلا لاقول لك، نحن ما بيمكن تجاهل كأسلوب دائم غير مجدي، بس احيانا ممكن يكون التجاهل عن بعض الاخطاء هذا الشيء بالعكس جيد، لحتى انه اذا دائما التدقيق على بعض التفاصيل بتؤدي لانه خلينا نقول حتى تحت المجهر اكثر، فبتتضخم اكثر. بينما انه هون بقى هون ترجع لحسب طبيعه العلاقه ومدى قربها، واذا مثلا علاقه بين زوجين فهن التجاهل مو دائما هو حل، انه اخر شيء حتنقطع العلاقه، فهن بحاجه حوار بين بعضهم، يحطوا نقطه اثنين ثلاثه، نحن هون في عندنا خلافات، في عندنا مشكله اثنين ثلاثه، بدنا نلاقي لها حل. ممكن كاصدقاء كمان حسب قرب العلاقات، اما اذا انا كان شخص على المدى البعيد وعلاقتي معه قليله، فهون انا ممكن يمشي معي التجاهل، لانه مره اثنين. فهون الذكي اجتماعيا هو بيقيس مقدار انه انا يا ترى لازم احكي هلا ولا ما لازم احكي، نتيجه تحليله للموقف، يا ترى هذا الكلام بدرس الموقف، يا ترى شو ابعاده، انا شو انعكاساته، يا ترى انا اذا هلا حكيت رح يجيب نتيجه ولا انا حافتح على حالي ابواب وما مثلا بغنى عنها. فهون هو الذكي الاجتماعي هو بيقدر الموقف والاشخاص اللي مقابله، وعلى هالاساس بيتصرف. هلا من العوامل السلبيه كمان اللي كثير بتاثر او بيقع فيها الذكي الاجتماعي، نحن مثل ما حكينا انه ما في حدا ما له ذكي اجتماعيا، بس بيختلف بالدرجه من فرد لاخر. هو في عنا احيانا ممكن الشخص يكون نرجسي، اناني، حب الذات، ما عنده قدره انه يفهم مشاعر الاخرين، فقط مشاعره الذاتيه هو المهتم فيها فقط لا غير. مشكله كبيره هي. تمام. فمشان هيك بتحسي انه العلاقات ما بتستمر، بتنترك العلاقات، بتنفصل، بتفشل. بالاضافه في عنا احيانا ممكن الخجل، هو دائما خجول، ما بيقدر يبادر لا بإقامة علاقات ولا بتكوينها. فمشان هيك كمان هذا الشيء رغم انه ممكن يكون عنده ذكاء اجتماعي، بس نتيجة انه هو خجول بينسحب من المواقف الاجتماعية، ما بيكون اصدقاء. كمان في عنا نقطة كثير مهمة، هو دائما التعصب للرأي، انا ما بقبل انه تكوني مختلفة عن رأيي، لا بالعكس انا دائما بدي احكي رأيي وما بتقبل اختلافك عني. وحتى احيانا في بعض الاشخاص بتسخر من الاخرين، بتعتقد انه هي اذا سخرت انه هي عم تخفف دم او اي شيء، بالعكس انه ممكن هون ناس بتبتعد عنه، رغم انه احيانا نحن بحاجة
بحاجة إنه يكون الشخص عنده الابتسامة وعنده روح الدعابة، لأنه نحن لازم ما يكون النقد ساخر أكثر ما إنه نحن دائما نكون نقد بناء، نتقبل النقد من الآخرين. كمان في عنا نقطة كتير مهمة من العوامل السلبية هي، ونحن هلأ كتير عايشينا إدمان الإنترنت وإدمان وسائل التواصل الاجتماعي وإدمان التلفزيون. هي بتقتل أي ذكاء اجتماعي. تمام. تمام. على فكرة للكبار والصغار. هلأ بالنسبة للصغار نتيجة إنه الطفل هو بمرحلة النمو، فإذا قعد لفترات طويلة أمام التلفزيون نحن حرمناه من العيش، يعني خلينا نقول التجربة الحية، إنه هو ينطقي أو يأخذ اللغة غير المحكية اللي هي لغة الجسد. نعم. فبتلاقيه ما بيعرف تفسيرات إنه شو هي لغة الجسد أو الإيماءات، فهو ما اكتسبها. مشان هيك بتلاقيه هو صح بيعرف اللغة المنطوقة، بس هو ما بيعرف لغة الجسد ولا يعرف، تمام، ما بيعرف يفسرها، وهذا بيوقعه بعدين بالعلاقات الاجتماعية لاحقا، إنه ما بيعرف تفسير المواقف ولا بيعرف إنه يدارك إنه المواقف ويعرف ينجح فيها. كمان بالإضافة إنه في عنا دراسات أشارت إنه الطفل الصغير إذا أنت قعدتيه كتير لفترات طويلة على قدام الشاشات، فهو هذا ممكن يكون سبب التوحد. هلأ بالنسبة للأثر على الكبار، لاحظي أنت مثلا إذا قعدتي لفترات طويلة على الإنترنت، قعدتي وفي أشخاص بيقولوا لك نحن عنا علاقات اجتماعية عن طريق الوسائل التواصل الاجتماعي، معايدات، مباركات، تعازي، ما بقى في شيء اسمه تواصل أبدا. تمام. فبس إنه يا ترى هنن شو فاقدين هون؟ فاقدين خلينا نقول التفاعل الحقيقي. تمام. هنن صح عم يكتبوا وعم يتفاعلوا وعم يطمنوا، بس فعليا هنن الأحداث الحقيقية، التجربة الواقعية، إني أنا أشوف إيماءاتك، ردود أفعالك، وأنت تشوفي ردود أفعالي، وإن أتصرف تلقائياً، هي مفقودة. فهو عم يفكر مثلاً قديش عم يفكر قبل ما يكتب، قديش ما هي فوات، بيطلع على الحياة الواقعية رح يكون في عنده مشكلة بالكلام، بتلاقيه أحياناً ممكن ما يكون سريع بتكوين علاقات اجتماعية، حتى إذا سألتي سؤال ممكن يتلبك ما يعرف يرد عليكي، هذا نتيجة الجلوس لفترات طويلة أمام هي الشاشات. وفي عنا عامل كمان كتير مهم سلبي، هو أحياناً خلينا بنسميه نحن الوجه الحجري أو الوجه غير مبتسم. في أشخاص عنده قناعة أنه أنا لازم دائماً أكون عبوس مشان الناس ما يفكروني اني اجداب ولا اني ضعيف ولا انه مالي جدي، فكروها تقل. تمام. لازم انا اضل اجريهم العبوس وما ابتسم لحتى يكون ما حدا يقرب مني ولا حدا يقرب على طرف مني. بالعكس، هذا الشيء قديش هو ممكن يكون ذكي اجتماعيا، عنده مقدار من الذكاء، لكن نتيجه هذا التصرف الناس بتبتعد عنه، ما بترغب تقرب منه ولا انه تتواصل معه. وانا من هذول الناس، بس شوف حدا يمكن عابس او مكشر بعيد. تمام. بتحسي انه هذا الشخص ما ممكن احكي معه. تمام. واحيانا كمان في عندنا الظروف اللي بيمرق فيها الشخص بيصيبه بالقلق، التوتر، الضغوط النفسيه، حتى احيانا الاكتئاب، هذا ممكن كمان يخليه انه يتراجع عنده. طبعاً. خلينا نقول مو الذكاء الاجتماعي، بس هو بيصير انه بينسحب من المواقف الاجتماعيه نتيجه انه الصحه النفسيه عنده ونفسيته خلينا نقول تعبانه، فمشان هيك انه بياثر هذا الشيء على ذكائه الاجتماعي كمان. اكيد. يعني رند معلومات كافيه قدمتي لنا اياها اليوم، نتمنى كل الاشخاص يكون عندهم هذا الذكاء الاجتماعي والذكاء بالتعاطي مع الاخر، بنبلش فيه نحن وصغار. صحيح. حتى لو انه نحن اكتسبناه من الاهل فينا نطوره لحتى يصير افضل. أكيد. حتى بعلاقتنا. شكرا لك رند، واكيد يعني الذكاء الاجتماعي هو فن التعامل مع الاخرين، هو حمايه للشخص ايضا. صحيح. لو مر بتجارب معينه بس لازم يتعلم منها. شكرا لك. شكرا رند.